السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على أشرف موجود وأفضل مولود وأكرم مخصوص ومحمود، سيد سادات برياتك ومن له التفضيل على جملة مخلوقاتك، صلاة تناسب مقامه وأنصاره. اللهم صل عليه وعلى جملة رسلك وأنبيائك وزمر ملائكتك وأصفيائك، صلاة تعم بركاتها المطيعين من أهل أرضك وسمائك. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، واجزه عنا ما هو أهله. اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقى، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء، باقية ببقائك إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرض بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته عدد ما في علمك، صلاة دائمة بدوامك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وأمام حضرتك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك، عين أعيان خلفك المتقدم من نور ضيائك، صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي، صلاة ترضيك وترضيه بها عنا يا رب العالمين. عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وجرى به قلمك، عدد الأمطار والأحجار والأقطار والأشجار وملائكة الجبار وجميع ما خلق مولانا من أول الزمان إلى آخره، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد حسنات أبي بكر وعمر، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على سيدنا محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم سيدنا محمد حتى لا تبقى رحمة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وافعل بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أفضل صلواتك عدد معلوماتك. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله ومستحقه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى كل نبي عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.